أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل دخل المسجد وهو مسافر فوجدهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، فدخل معهم ولما قام الإمام إلى الرابعة جلس، فهل فعله صحيح أم لا؟ نعم، إذا دخل معهم وهم يصلون العشاء وهو بنية المغرب فلا مانع من ذلك، وكما فعل هذا السائل أنه إذا أتى بالثلاث ركعات يجلس ويتشهد التشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر حتى يسلم مع الإمام. نعم.